حطنا الزينين على طول من علينا واحنا هنتكلم فبيجمعوه مع بعضهم ويطلقوا عليه كلمه الانترو لاترال وول اوف ذا ابدومين. يبقى الانتيريور وول لاترال يبقى الانترو لاترال وول اوف ذا ابدومين. ان جنرال كده هقول لكم مكون الانترو لاترال وول من ايه، لكن احنا بنجي ان شاء الله بين الزبد زي ما اتفقنا من صفحه كمان. الانترو لاترال وول اوف ذا ابدومين هو عباره عن 9 طبقات ونطلق عليهم كلمه 3000. الثلاثة الأولانية هم عبارة عن الإسكان اللي هو مرجي من علينا طبعا، والسوبرفيشيا الفاشيا. والسوبرفيشيا الفاشيا هنا مخصوصة عن كل الجسم اللي هي طبقتين. أول مرة نسمع في حياتنا إن السوبرفيشيا الفاشيا هي عبارة عن طبقتين، فاتشي لير وميمبرنس لير. فاتشي لير بيطلقوا عليه كلمة كامبرز فاشيا، والميمبرنس لير بيسموها اسكاربوس فاشيا. يبقى باختصار اول 3 طبقات من الابدومين الانترولاترال وول هو سكن، والسوبرفيشيا الفاتي لير، والسوبرفيشيا الميمبرنس لير. دول اللي هو من سطح الواحد لغايه سطح السبعه اللي احنا الحمد لله شفناهم على طول. بعد كده بلاقي في عندي 3 طبقات، انا قلت لكم ان الانترولاترال وول هو 3000، 3 طبقات من العضلات. عضلة اسمها external oblique يعني عضلة مايلة، وعضلة داخلية اسمها internal oblique، وعضلة تانية ماشية بالعرض اسمها transversus abdominis. الكلام ده لو انا كنت بقول lateral ما تقدروش هنشوف صور طبعا، لكن لو جيت اقرب ناحية الميد لاين بلاقي فيه عضلتين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. الكبيرة بيسموها rectus abdominis والصغيرة بيسموها varinitalis. إنوي يبقى الطبقة الثانية هي عبارة عن 3 عضلات، واللي هنبتدي نتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله كمان 3 دقايق. external oblique، internal oblique، transversus abdominis. آخر 3 طبقات موجودين عندنا فاشيا داخلية المرة دي اسمها فاشيا transversalis اللي هنشكرها إن شاء الله لما نوصل لها، وشوية اكسترا بريدونية فات، شوية دهون موجودة مش مكتوبة في كتابنا الحمد لله، وطبقة البريدونية اللي هي الحدودة بتاعة الأبدومين اللي احنا هناخدها الأسبوع الجاي. اللي يهمني كل القصة دي إن احنا بس ناخد الترتيب. يبقى عندنا أول 3، يبقى عندنا سكين وسوبرفيشيال فاشيا، يبقى سوبرفيشيال فاتي لير وسوبرفيشيال ميمبرنس لير. يبقى سكين ولاقي عندنا فاتي لير وعندنا ميمبرنس لير. سكن سوبرفيشال فاتي لير سوبرفيشال ميمبرنس لير، دول فاتي ودي ميمبرنس لير. وبعدين العضلات اللي موجودين الاقي 3 عضلات موجودين ورا بعضيهم. العضله الاولانيه اللي هي دي اسمها اكسترنال اوبليك، عضله مايله موجوده. لو انا قطعت الاكسترنال اوبليك زي ما انتم شايفين انا قطعتها، فلقيت في عضله مايله ثانيه داخليه اسمها انترنال اوبليك. لو انا قطعت الانترنال اوبليك الاقي في عضله ماشيه بالعرض اسمها ترانزفيرسس ابدومينس. يبقى عندنا اكسترنال اوبليك، انترنال اوبليك، وترانزفيرسس ابدومينس. لكن في عضلتين موجودين في الميد لاين، عضله محترمه جدا اسمها ريكتس ابدومينس، واحده يمين واحده شمال، وحته عضله صغيره قوي اسمها بايلكس. قبل ما ابتدي اشرح العضلات عايز اقول ملاحظه سريعه هتفيدنا قوي. ايه الملاحظه اللي انا عايز اقولها؟ لو انا جيت ابص على العضلات ايه اللي انتم ملاحظينه كده من النظره المبدئيه؟ تلاقي ان العضله كانت فريشي، فريشي يعني لحمه زي ما احنا بناكلها. كل ما كنا بعاد عن الميد لاين، لكن كل ما بنقرب للميد لاين ايه اللي بيحصل في المصر؟
بتتحول لحاجه اسمها ابينيوروسيس. الاكسبريشن انتوا عارفينه كلمه ابينيوروسيس يعني ايه؟ اكسبندد تندون يعني تندون عريض. يبقى كل ما العضلات كانت بعيده عن الميد لاين، انا بتكلم عن الاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك والترانزفيرسس، كل ما كنت بعيد عن الميد لاين كنت بتمشي، كل ما بتحول ناحيه الميد لاين بتحول انتو ابينيوروسيس. طب الابينيوروسيس ده بيجي يلاقي في عضله موجوده في الهرست، فاكرين ان كان في عضله موجوده هنا يمين وشمال اسمها ايه؟ ريكتس ابدومينس. فالابينيوروسيس المختلفه بيحاولوا الريكتس ابدومينس وبيعملوا لي شيث اسمه ريكتال شيث. المهم بعد ما يحاولوا الريكتس ابدومينس ويعملوا لي شيث اسمه ريكتال شيث، بيعملوا حاجه مهمه جدا جدا جدا. بيعملوا ايه؟ بيتداخلوا مع بعضهم في الميد لاين. شايفين الابينيوروسيس المختلفه؟ بتتداخل مع بعضها في الميد لاين. طب ولما ابينيوروسيس يتداخلوا مع بعضهم في الميد لاين يعملوا ايه؟ يعملوا حاجه في لغه الاناتومي اسمها رافي. سمعتوا على الاكسبريشن ده قبل كده؟ ماينو هايريل رافي. رافي معناها فايبرز تداخلت مع بعضهم، وده نوع من انواع الانسرشن عندنا في الاناتومي. الرافي متكون في الميد لاين ده ليه اسم مخصوص اسمها لينيا البا. لينيا يعني الخط، البا يعني الخط الابيض، لينيا البا. الحته دي مهمه جدا 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 بالنسبه لي وانا قاعد بتكلم دلوقتي على العضلات. يبقى اللي انا قلته باختصار ان كل ما العضلات كانت بعيده عن الميد لاين كانت ماشي، وكل ما قربت من الميد لاين اتحولت انتو ابينيوروسيس. الابينيوروسيس المختلفة تداخلوا مع بعضهم في الميد لاين وعملوا لي خط يعتبر انسرشن للعضلات، اطلق عليه كلمة لينيا البا. نبتدي بقى مع العضلات مع بعضينا. انا بس هو يمكن اخالف النظام بتاع الكتاب سنه، لكن هبقى ماشي معاكم ان شاء الله. فالاول حاجه بتعود دايما ابتديها ريكتس ابدومينس صفحه 15 مش اكتر يعني. كلمة ريكتس يعني مستقيمة، وابدومينس يعني من الابدومين، زي ما في عضلة اسمها ريكتس فيمورس، وزي ما في ريكتايت والعين، يبقى كلمة ريكتس يعني عضلة مستقيمة. ريكتس ابدومينس زي ما انتم شايفينها كده، في عندنا عضلة موجودة ناحية اليمين وعضلة موجودة ناحية الشمال. العضلة دي بتبقى صغيرة شوية من تحت وبتبقى عريضة من فوق. من ناحية تحت بيعتبروا الاوريجن بتاعها، من ناحية فوق بيعتبروا الانسرشن بتاعها، يعني الاوريجن بتاعها موجود لتحت والانسرشن بتاعها موجود لفوق. الريكتس ابدومينس ماسل الاوريجن بتاعها موجود لتحت. طلع الاوريجن من ايه؟ هفكركم بشوية اكسبريشن كده، اعتقد ان احنا يمكن نكون نسيناها شوية. اذكركم مع بعضينا او نتذكر مع بعضينا علشان نقول الاوريجن كويس. عارفين طبعا ان دي عظمه الهيبون، عظمه يمين وعظمه شمال، وعاملين مع بعضيهم عظمه السكرم، حاجه اسمه البيت. الاثنين بيعملوا ارتكيليشن مع بعضيهم، فاكرين بيعملوا ارتكيليشن مع بعضيهم حاجه اسمه ايه؟ سيرفيس بيوز. ادي اول حاجه عايزكم تعرفوها النهارده. عظمه البيوز بول اللي هي دي يمين وشمال، الابر بول بتاعها دي اسم مخصوص، تفتكروا اسمه بيوميك كريست. والبيوميك كريست بينتهي بحته شوبيركل موجود اسمه بيوميك شوبيركل. يبقى بقى في عندي حاجه اسمها سيمفيسس بيوز، وده اسمه بيوميك كريست، والحته دي اسمها بيوميك شوبيركل. في خط موجود هنا، الخط ده بيسموه بيكتينيال لاين. وفي كريست موجود فوق، شايفين الكريست اللي موجود فوق ده؟ ده ده مش عظمة البيوبس، دي عظمة الاليوم، اسمه الياك كريست. والالياك كريست من قدام في حتة بارزة اللي احنا كنا بنسميها اسيس او اسيس، اللي هو الانتيريور سوبيريور الياك سباين. انا بذكركم بس بسرعة بالعظم علشان نقول الاورجن بتاعت العضلة. العضلة دي ليها تو هيدز، هيد موجود ميديا وهيد موجود لاترال.
الميديان هيد بيبقى طالع من السيمفيسيس بيوبس واللاترال هيد بيبقى طالع من البيوبيك كريس. يبقى انا عندي ميديان هيد ولاترال هيد. الميديان هيد بيبقى طالع من السيمفيسيس بيوبس واللاترال هيد بيبقى طالع من البيوبيك كريس. يبقى ده الاوريجن بتاع العضله. طب يا ترى الانسبشن بتاعت العضله، العضله بتطلع لغايه فوق. شايفين ماسكه فين؟ ماسكه في الريبس رقم 5 و6 و7. يبقى ماسكه في القصه الكارتريج رقم 5 و6 و7 وحته البروسيس بتاعت الستيرلر اللي اسمه زيفويد بروسيس. يبقى كاورجن انسيرشن ما فيهاش مشكله خالص. ميديال هيد طالعه من السيمفيسيس بروس. لاترال هيد طالعه من بلوبي كريست. الانسيرشن بتاعها ماسكه في القصه الكارتريج رقم 5 و6 و7 وكمان ماسكه في الزيفويد بروسيس. ما يغرقوش في الصورة اللي انت لقيتهم في حتة عضلة صغيرة بعد كده هندرسها كمان شوية. دي عضلة اسمها بايوديبس، مالناش دعوة بحتة العضلة الصغيرة اللي موجودة. يبقى ده الاوريجن والانسبشن بتاعة العضلة. ايه هو النيرف سبلاي بتاعة العضلة؟ لعلكم تتذكروا ان احنا في كان عندنا 12 درع موجود في جسمنا. وكان في نيرفات موجودة بين الضلوع، فاكرين النيرفات دي كانت اسمها ايه؟ اسمها انتر كوستال نيرفز. بس زي ما انتوا عارفين ان ال 12 ضلع في كام سبيس موجودين؟ 11 انتركوستال سبيس. يبقى عندنا 11 انتركوستال نيرفز. لكن النيرف رقم 12 موجود تحت الضلوع، فليه اسم مخصوص؟ اسمه ايه؟ سبكوستال. يبقى عندنا 12 نيرفز، 11 انتركوستال وواحد اسمه سبكوستال نيرفز. النيرف رقم 1 ده كان رايح مع البريكيال بلكسس. ومن 2 ل 6 كل كانوا ماشيين في السورس. لكن النيرفات بقى من 7 لغايه رقم 11 واكيد معاهم 12 بعد ما مشوا في السورس الكيتش، يعني مشوا في الانتركوستال سبيسز، راحوا مكملين على الابدوم. يبقى النيرفات من رقم 7 لغايه رقم 11 ومعاهم النيرف رقم 12 اللي اسمه سبكوستال نيرف، كل النيرفات دي رايحة سبلاي العضلات. يبقى لو انا سألت سؤال قلت لكم الاكسترنال اوبليك الانترنال اوبليك الترانسفيرسس ابدومينس الريكتس ابدومينس، ايه النيرف سبلاي بتاعت العضلات دي كلها؟ هتلاقي اللي هو الفايف انتركوستال ومعاهم النيرف اللي اسمه سبكوستال. يمكن السبكوستال يعني يزود شوية وياخد البايرميتالس معاه في السكة يعني. يبقى باختصار يبقى ده النيرف سبلاي بتاعت العضله اللي هو الفايف انتركوستال ومعاهم السبكوستال. حقيقة العضلة يهمني نعرف فيها شوية حاجات، يعني العضلات بتاعت الانتيريور ابدومينال ويندو فيهم حاجات غريبة، يمكن ما نفهمش كل حاجة المحاضرات، بس أكيد ثالث محاضرة هنكون فهمنا إيه اللعبة بتاعت الانتيريور ابدومينال ويندو. فبنقول عليها بارتيكيولار فيتشرز، يعني حاجات أنا يهمني إن أنتم تعرفوها. الحاجة الأولانية اللي يهمني أنتم تعرفوها إن العضلة دي مغلفة بشيث. الكلام ده صح ولا لأ؟ أدي العضلة بتاعتي اللي موجودة، وأدي الشيث اللي هو موجود. إيه هو الشيث اللي موجود ده؟ هو الأميليوروسيس بتاع الإكسترنال أوبليك وبتاع الإنترنال أوبليك وبتاع الترانزفيرسس أبدومينس. يبقى أول معلومة بعرفها إن العضلة مغلفة بشيث، بطبع لازم ندركت الشيث. هنتكلم عليه إن شاء الله بإذن الله المحاضرة اللي هو الجاية، وده موضوع نظري مهم. تاني حاجة يهمنا إن إحنا نعرفها في العضلة إن في حاجة اسمها تندرس انترسكشن. يعني إيه كلمة تندرس انترسكشن؟ يعني لو أنتوا جايين بتبصوا على العضلة دي ما بتلاقوهاش حتة فليشي، يعني حتة لحمة من أولها لغاية آخرها. أمال فيها إيه؟ ألاقي فيها الحاجات اللي هي لونها أبيض اللي موجودة. دي بينطبق عليها كلمة تندرس انترسكشن. تندرس جاية من كلمة تندر، انترسكشن يعني بين السكاشن يعني. يبقى العضلة فيها حاجة اسمها تندرس انترسكشن. التندرس انترسكشن أولاً هم عددهم قد إيه؟ تقريباً يا 3 يا 4. يعني بص بروبلي 3 أو 4. بقدر أشوفهم على الأنتيريور سيرفيس بتاع المصر. يبقى لو العضله موجوده هي الحاجات اللي لونها ابيض دي اسمها تندنس انترسكشن، بقدر اشوفها على الانتيريور سيرفيس بتاع المصل ولازقه في الريكتال شيس كويس. ما بنشوفهمش قوي على البوستيريور سيرفيس بتاع المصل. طب التندنس انترسكشن دول انديكيتنج ايه؟
يعني هم عبارة عن ايه؟ العضلة في الامبريولوجي كانوا مكونة من وحدات بيسموها مايوتومز. مايو مايو يعني ايه؟ مصر. توم يعني ايه؟ توم يعني ايه؟ قطعة. زي ما احنا نقول كلمة اناتومي. اناتومي يعني ايه؟ انا يعني اب وتوم يعني قطعة. تكات اب. فانا بقول مايو توم يعني حتة مصر. درما تورو يعني حتة جلد. تورتا تورو حتة تورتا. مور يعني يبقى عندنا هنا يبقى العضلات في الامبريولوجيكا مكونة من حاجة اسمها مايوتومز. وحدة تكون العضلات يسموها مايوتومز. اهو المايوتوم لما بنيوا بيحبوا مع بعضيهم سابوا اماكن انديكيتنج الجريمة اللي هم عملوها يسموها تندنس انترسكشن. يبقى تندنس انترسكشن انديكيتنج المايوتوم اورجن اوف ذا ماسل. يعني الماسل في الامبريولوجي في علم الاجنة كان مكونة من وحدات اسمها مايوتومز. طيب التندرس انترسكشن دول هل اماكنهم معروفه ولا هما هابهازر موجودين؟ لا هما اماكنهم معروفه. اول واحده موجوده عند الليبل بتاعت الامبلايتس. طبعا الامبلايتس كلكم عارفينها السره مطرح ما الحد السري كان موجود. الامبلايتس فوق مش الحد السري مفيش اسرار ما بين الامور والتاني اسمه حد السري. يبقى اول واحده موجوده عند الليبل بتاع الامبلايتس. وفي عندنا واحده موجوده عند الليبل بتاع الزايفويد بروسيس. وفي واحدة موجودة بينهم هما الاثنين. الرابعة لو وجدت توجد في مكان ما تحت الدبل بتاع الامبلايتس. يبقى الدبلس انترسكشن دول عددهم أربعة. واحدة موجودة عند الدبل بتاع الامبلايتس. واحدة موجودة عند الدبل بتاع الزايفويد بروسيس. واحدة موجودة ان بتوين بين الاثنين. والرابعة لو وجدت بتبقى موجودة somewhere below الليفل بتاع الامبلايتس. يبقى عندنا أربعة تندرس انترسكشن موجودين على الانتيريور سيرفيس بتاع المصر مش موجودين على البوستيريور سيرفيس أو مش رابحين على البوستيريور سيرفيس لازقين على الشيس من قدام مش طبعا مش لازقين من ورا. إيه طبعا الناس اللي هم بيحبوا يربوا عضلاتهم تلاقوا الميل كده في فترة الشباب زيكم بيروحوا الجيم طبعا بيقعدوا يتدربوا لفترات طويلة علشان يعني المهم يعني مالناش دعوة بالنوايا. فتلاقي في هنا يا شباب اللي بيسموها السكس باكس او الايت باكس تلاقي قاعد يعمل كده وتلاقي كويس حاجات مكعبرة موجودة كده. هي دي اللي هو التندرس انترسكشن. تبقى لان الواحد لما بيتدرب العضلات تتنفخ طبعا وده اللي هو عايزه طبعا علشان المهم هي مكان التندرس انترسكشن بتفضل زي ما هي. يعني يسموها السكس باكس او الايت باكس. لو حد عرف يجيب الايت باكس يبقى برافو عليه. انا عندي تو باكس بس يعني عضله يمين وعضله شمال يعني اوكي. يبقى البارتيكولار فيتشرز بتاعتي قلت اول حاجه العضله مغلفه بشيس سميته ايه؟ زيتال شيس. تاني حاجه قلنا في البارتيكولار فيتشرز عندنا حاجه اسمها ايه؟ تندرس انترسكشن. تالت حاجة اللاترال بوردر بتاع العضلة دي اسم مخصوص في الاناتومي. بيطلق عليه كلمة دنيا. دنيا يعني خط. سيمي يونيرس. سيمي يعني نصف واليون يعني هلال. يبقى اللاترال بوردر بتاع العضلة اسمه دنيا سيمي يونيرس. هينفعنا بعد كده واحنا بنتكلم في حاجات عن كده. بينما طبعا الميديال بوردر بتاع العضلة ريليتد للدنيا ايضا. يبقى احنا هنا باختصار العضلة قلنا فيها في بارتيكولار أربعة فيتشرز. قلنا إنها مغلفة بشيس اسمه إيه؟ فيكتر شيس. اثنين قلنا فيها سيكشن اسمها إيه؟ تندرس انترسكشن. قلنا ثلاثة اللاترال بوردر دي اسم مخصوص سميتها لينيا سيميلونيرس. أربعة وآخر حاجة الميديال بوردر بتاع العضلة بدأت في حاجة اسمها لينيا أيضا. الأكشن هنجمع طبعا الأكشن كويس بتاع العضلة كلهم ان شاء الله يمكن في نهاية المحاضرة لو لحقنا نخلصها او المحاضرة الجاية. لكن العضلة دي ممكن تعمل فليكشن اوف ذا ترانك. يعني ممكن يعني تشتغل مع فليكشن اوف ذا ترانك. تاني عضلة موجودة عندي في نفس الصفحة اللي هي صفحة 15 عضلة شكلها زي ما تكون بيراميدال ان شيب بطلق عليها كلمة بايرميدال اسمها. وفي المدار الفصل عضلة بالأورجن بتاعها طالع من البيوبيك كريست. في الانسيرشن بتاعها ايه تمسك في اللينيا ألفا. يبقى أورجن طالعة في البيوبيك كريست
والانسيرشن فاستفيدنيا هايبر. النيرف سبلاي بتاعها هو العصب رقم 12 بس، مش هتاخد بقى من اللور فايف الكوستال، دي حته عضله صغيره. يبقى النيرف سبلاي بتاعها هو السبكوستال نيرف. والاكشن بتاعها هي بتعمل تنسلينج اوف ذا لينيا هايبر، تخيل لينيا هايبر مش كده. يبقى الاكشن بتاعها تنسلينج اوف لينيا هايبر. طبعا العضله دي بتنضم لاخواتها، والاخوات كلهم بيسموهم 6 بيز ماسل. السكس بيز ماسل هم ست عضلات في جسمنا، والست عضلات دول ليه دي ابسن وكلهم بتجيب بحرف البيز، فبيطلقوا عليهم من سكس بيز. حد يفتكر اي حاجه من البيهات احنا خدناها؟ في العضله كان في عضله اسمها بلمانس لونجر، وعلى فكره الفيرست فايبر انتروسيوس مي بي ابسن، وكان في عضله في اللورا كان اسمها بلانتيرس، وفي عضله ثانيه اسمها برونيا ستيرشس مي بي ابسنت، وفي عضلتين موجودين عندنا في الابدومن الفيرمينيس، وعضله اسمها سوباس مايكرو. يبقى هنا في حاجه يعني لما يكون حد عايز يفسر معاك في الشغل بس يعني شكلك شاطر قوي يعني عايز يقول لك كده تعرف العضلات اللي مي بي ابسنت في جسمنا دي فشفشه مش اكتر يعني. يبقى هم ست عضلات وكلهم موجودين في حرف تي ومي بي ابسنت كويس. في الأبر يبقى عندنا البلمارس لونجس والفيرس بالمر انتروسيس، في اللور يبقى عندنا البلانتيرس والبرونيس تيرشس، البرونيس تيرشس ميدي أبسنت، this is of the human feature، يعني مش موجودة في اللور أنيمال، برونيس تيرشس، وفي الأبدومين عضلة في الأنتيريور أبدومينال وول اسمها بايرونتيرس، وعضلة في البوستيريور أبدومينال وول هناخدها إن شاء الله في آخر محاضرات الأبدومين اسمها سولاس ماينور. اوكي يبقى دول ست عضلات من بيابس حسبتهم كده ما تقلقش. بعد المقدمه دي بقى نرجع لصفحه 9 كده يبقى هنكمل بقيه العضلات زي ما هو. بس انا عندي ان انا كنت ابتدي بالاركس ابدومينس ما اعرفش ليه كان عاطفيه شويه. العضلات اللي موجوده عندنا في الابدومينس يبقى عندنا عضله اسمها اكسترنال اوبليك وانترنال اوبليك انترانزفيرسس ابدومينس. زي ما اتفقنا مع بعضينا العضله كل ما كنت بعيد عن الميد لاين فهي فليشي يعني حته لحمه، وكل ما قربت من الميد لاين اتحولت انتو ابينيوروسس. والابينيوروسس بعد ما بيحاول الريكتس ابدومينس بطريقه معينه هنقولها ان شاء الله المحاضره الجايه بيعمل الريكتس شيز، بتيجي بعد كده تتداخل في الميد لاين وبتعمل الانسيرشن اللي اسمها لينيا الفا. يبقى دي قاعده عامه احطها في دماغي وانا قاعد باخد اي عضله. لو انا خدت السنه الاوبليك دي لقطه جانبيه يعني عامل زي ما كنت انا واقف كده اهو. الامبلايتس السره بتاعتي قدام كده ادي الباك ادي عظمه اللي هو الهيد بون اللي موجوده عندي وادي الريبس واللي هو الاسترنا. العضله الاقي الاورجن بتاعها طالع من الاوتر سيرفيس واللور بوردر بتاعت اللور 8 ريبس يبقى طالعه من اخر 8 دروع. وده بيفكرني بعضله في الاوبر بس مقلوبه كانت طالعه من اول 8 دروع فاكرها ولا لا؟ سيرفيس انتيريور ماسل يس. وفي عضله ثانيه كان في الاوبر كانت بتاخد من اخر 4 دروع لو حد يفتكرها لاتسمس بورسعي. يبقى العضله في الاورجن بتاعها بتتداخل في اربع دروع مع السيريتس انتيريور واربع دروع مع اللاتسمس دورساي. السيريتس انتيريور كانت طالعه من الابر ايتريبس واللاتسمس دورساي بعد اورجن طويل او مش عايزين نفتكره كانت طالعه من اللور فور ريبس. يبقى العضله دي بقى طالعه من اللور ايتريبس يبقى تتداخل في اربع دروع مع الاورجن بتاع السيريتس انتيريور وتتداخل في اربع دروع تاني مع الاورجن بتاع الابسمس توسع. يمكن ده يفسر لنا الناس اللي هم برضه بيلعبوا جيم وكمان اجسام وحاجات زي كده لما يقعدوا يعملوا كده تلاقي في حاجات متنوعه موجوده. هو ده الديجيتيشن بتاع السيريتس انتيريور والديجيتيشن بتاع الاكسترنال اوبتين بتاع الابسمس توسع. كل واحد وشطارته معايا. يبقى ده الاورجن بتاعت العضله. يبقى الاورجن بتاعها طالعه من اللور 8 ريبس من الاوتر سيرفيس واللور بوردر بتاعت اللور 8 ريبس.
العضله زي ما اتفقت معاكم واحنا جايين بنبصلها في لقطه جانبيه. الدايركشن بتاعها نازله ازاي؟ داون وورد فورورد اند ميد جيرني، عامل زي ما يكون واحد بيحط الديت كلوب بانتولوجي يعني كده يعني. داون وورد فورورد اند ميد جيرني. كل ما كنت قريب او بعيد من الميد لاين كانت فلاش. وكل ما قربت من الميد لاين حاولت تبني ايه؟ ابيديوروسس. ففي جزء من الانسرشن بتاعت العضله فلاشي. الجزء اللي هو الفلاشي ده جاي يمسك في الكريست ده، فاكرين الكريست ده كان اسمه ايه؟ اليا كريست. الاليا كريست ده بعيد عنكم يعني مكون من ثلاث شفايف، اوتر ليب وانترميديت ليب وانر ليب، يعني ثلاث شفايف، محجوزين للثلاث عضلات بالتساوي كده يعني. يبقى الاوتر ليب للاكسترنال اوبليك، انترميديت ليب للانترنال اوبليك، والانر ليب للايه؟ للترانزفيرس ابدومس. فالعضله جايه تمسك في الانتيريور هاف بتاعت الاوتر ليب اوف اني كريست. الكلام ده كان فليشي انسرشن. يبقى فليشي انسرشن انسرشن بلحمه ده كان يمسك في الانتيريور هاف بتاع الاوتر ليب اوف اني كريست. لكن العضله بقى معظمها بتعمل حاجه اسمه ايه؟ ابيديروسس. والابيديروسس ده بيعمل ايه؟ بيحوط الريكتس ابدومينس وبيدخل في تكوين شيس اسمه ايه؟ مستر شيس. وبعد ما يكمل كل ايه الوش ده كله يجي يعمل ايه؟ يجي يمسك في الميد لاين. يجي يمسك في الميد لاين في حاجه اسمها ايه؟ بنيه حاده. يبقى لو انا خدت لقطه من قدام العضله، العضله الاكسترنال اوبليك والاكسترنال اوبليك، يبقى باختصار الاورجن بتاعها كان طالع من الاوتر سيرفيس واللور بوردر بتاعت اللور اتريكس. الانسرشن بتاعي ما بين فليشي وابنيوروسس. فليشي يبقى جاي يمسك في الانتيريور هاف اوف اوتر ليب اوف اليا كريست. ابنيوروسس بيعمل ايه؟ ابنيوروسس بعد ما يحاول الريكتس ابدومينس بيعمل لي الشيز اللي اسمه الريكتال شيز، يجي يعمل الانسرشن بتاعي في الدنيا حتى. يبقى انا الدنيا حتى دي ماسكه من فين لغايه فين؟ يا ترى وسط فوق لغاية الزاي بوينت بروسس. طب ويا ترى ماسكة تحت فين؟ في السيرفيسز بوس. يبقى ده الانسرشن بتاع العضلة. بس الصراحة البارتيكولر العضلة دي بالذات فيها بارتيكولر فيتشرز غريبة شوية. عايز اقعد اتكلم عليها. ادي شايفين العضلة، ادي الابيليروسس اهو، الرسوم الفلاشي، وادي الابيليروسس بحاول اريد الابدومس، فين يمسك في الدنيا حتى. تعالوا ركزوا معايا واحده واحده كده، يمكن الرسمه اللي قبليها تبقى احلى شويه. انا عايز اوصل لتحت للانسرشن بتاعت العضله، مش ده الدنيا قلبة؟ كان ماسك فين؟ فورس بيوز. ليه؟ مفاجاه غريبه شويه. ايه هي؟ لما واحد لقيت ان الابيليروسس راح ناطط نطايه كده. عمل جاب، عمل اوبننج موجوده في العضله، فراغ موجود في العضله. الفراغ ده بيطلق عليه كلمه سوبرفيشال انجوينا بانك. هو مش ماسك في حاجه؟ لا مش ماسك في حاجه. طيب ايه؟ هتعرفوا قصته في ثالث محاضره ان شاء الله. وبعد كده بعد ما الابيليروسس ساب الفراغ ده جاء يمسك في التشوبيكل اللي موجود هنا، فاكرين التشوبيكل اللي موجود هنا كان اسمه ايه؟ التشوبيكل. ولقيت حاجه غريبه جدا ان الابيليروسس مش ماسك في حاجه في الهواء. وبعدين وصل لغايه النقطه دي، ايه النقطه دي؟ اللي هي بتاع حزيز او حسين دي اللي هي انجيرو سوبيريو اليكسون. حاجه غريبه قوي 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 في الانسرشن. انا طبعا ممكن اقول الانسرشن دلوقتي يمكن اتوسع شويه، اقول انها ماسكه في الدنيا حاجه، وممكن اقول ماسكه في الجيوبيك تشوبيكي، وكمان ماسكه في الانتيريور سوبيريور كارديك سباين. كل ده ابيليروسس. طيب يبقى هنا بقت في حاجات غريبه في العضله، زي ما قلت لكم عضلات الاكتم لازم نعرف فيها حاجه اسمها بارتيكولار فيتشرز. ففي بارتيكولار فيتشر في اوبننج موجود هنا، في الاوبننج اللي موجود علينا ده اسمه سوبرفيشال انجوينا بانك او الاكسترنال انجوينا بانك. اهو ده هو ده اللي اسمه سوبرفيشال انجوينا بانك. طيب طبعا النيرف سبلاي عارفينه ولا مش عارفينه؟ خلاص بقى جوه فاهم انتركوستال والسركوستال. يبقى اول بارتيكولار فيتشر انا قلته
بس هنتكلم عليه باستفاضة يوما ما، ثالث محاضرة مش المحاضرة الجاية كمان. يمكن ليه جسمه سوبرفيشال جوه الرئة. ثالث حاجة أو تاني حاجة، في عندي 3 بوردر أوف ذا ماسل. أول بوردر اللي هو ده. اللي هو ده. بوردر 3 مش ماسك بحاجة. البوردر ده ماسك بين البيبك تشبكل والأنتيريور سوبيريور إليك سباين. إيه رأيكم نسميه إيه؟ البوردر 3 ده. ولازم يبقى ليه اسم؟ اه. هو عبارة عن كولاجينس تيشو. وكولاجينس تيشو كونكتنج بورد تو بورد. ايه بقى الحاجة اللي فيها الديفينيشن في الاناتومي تبقى كولاجينس تيشو كونكتنج بورد تو بورد؟ يسموها ايه لغة الاناتومي؟ ليجامنت. يبقى اللور فري بوردر اوف ذا ماسل ليجامنت. ليجامنت ده موجود في الانجوينال ريجون. ايه هو الانجوينال ريجون؟ المنطقة اللي تفصل الابدومن عن اللور اللي انا حاطط ايدي فيها. اسمها بالانجليزي جرايون. اسمها باللاتيني انجواينا. انجواينا المنطقه الفاصله بين الابدومين واللور جانب. يبقى اللور فري بوردر اوف ذا ماسل ليجامنت. هنرجع نتكلم عليه ثالث محاضره بالتفصيل المميت السخيف. الليجامنت ده اسمه ايه؟ انجواينا ليجامنت. بس لغايه ما ناخد المحاضره دي عايزكم تتخيلوا حاجه. طبعا دي العضله ما فيهاش حاجه اهو. قال الاكسترنال اوبليك والابنيروسس والاوبنينج اللي هنا اسمه ايه؟ سوبرفيشال زاويا. انا لغايه ما ناخد ان شاء الله الجوينا ليجامنت بالتفصيل هو نوت شارب بوردر لايك زيس. يعني هو مش بوردر كده عادي زي كده. امال هو عباره عن ايه؟ الابنيروسس لافت على نفسه. يعني ايه لفت على نفسه؟ يعني لو انا قلبت لكم من ورا كده الاقي دي ايه؟ الاقي دي upper surface ولور surface وانتيريور surface وبوستيريور surface. It is not just only sharp border. No, no. It is folded upward the backward against itself. لفت على نفسه، عامل surface حقيقي. ومن السيرفس الحقيقي اللي موجود اللي فوق ده هيبقى الاورجن بتاعت العضله رقم 2 ورقم 3. ايه العضله رقم 2 ورقم 3؟ اللي هو الانترنال اوبليك والترانزيتس اكتر. يبقى هنا باختصار ارجع لكلامي قبل ما تسرحوا مني. يبقى انا كنت بتكلم عن بارتيكولار فيتشرز اوف ذا ماسل. قلت في بارتيكولار فيتشر رقم واحد ان في رينج. الرينج ده اطلقت عليه كلمه ايه؟ سوبرفيشال انجواينا بين. بس عشان تبقى الحلقات لذيذه هاجل الكلام عليه ان شاء الله لغايه المحاضره بعد كده. تاني حاجه قلت ان احنا عندنا لور ثري بوردرز. عندنا ثري ثري بوردرز. البوردر ده اسمه انجواينا بين. لكن في بوردر تاني برضه ثري للعضله. البوستيريو بوردر بتاع العضله ثري. البوستيريو بوردر بتاع العضله ثري وهيبقى بتكوين تراينجل. التراينجل ده بيسموه لامبر تراينجل. يبقى كمان يعني مش اللور بوردر ابيديروسس وفري وعمال الانجوينا ليجامنت. لا ده البوستيريور بوردر بتاع العضله برضه فري وعمال الباوندر بتاع تراينجل ان شاء الله باذن الله. يمكن ناخده يوما ما او نص الكوره اللي ما ناخدوش. بطلب عليه كلمه انجوينا بطلب عليه كلمه لامبر تراينجل انفيريور لامبر تراينجل. تالت حاجة والأخرانية الأبر بوردر بتاعت العضلة ده ماسكولار يبقى فري. بما باختصار العضلة دي فيها 3 فري بوردر. يبقى عندنا الأبيليروتيك بوردر من تحت اسمه الجوينا ليجامنت. بنبصيله بوردر فري بيبقى بتكوين تراينجل اسمه لامبر تراينجل وبرضه الأبر بوردر بتاع المصري. اللامبر تراينجل هو مكتوب في التابلة في صفحة ما يعني. أنا عارف هي فين يعني. بس هي مشطوبة مع الموضوع المشطوبة منه يعني. بس ممكن تتسأل في الشفا. يعني ممكن تتسأل في الشفا. فعشان كده انا بقول لكم مشطوبة بس دي ممكن تتسأل في الشفا يعني. واحد هو بيتعب مش معاك يقول لك اللمبة تراين. انا هقول لكم في صفحة كام بس عشان نعلم عليه. علشان لما هنيجي عليه هنشطبها. يعني هنشطب الموضوع الموجودة فيه. في صفحة 52. اللمبر تراينجل هو حته تراينجل بسيط كده هنعلم عليه صح ونكتب اللي بيقوله يعني مش هيجي لا في النظري ولا في الانستيتيوت ولا في فيلد سبيس ده وعد مني طبعا ان شاء الله. لكن ممكن واحد في الاورال
يعني دكتور يدردش معاك يقول لك تعرف اللمبر تراينجل؟ هو لو يتقال لمبر تراينجل هو ده، هو في تو تراينجلز موجودين. واحد اسمه سوبير لمبر تراينجل، وده يعني مش مهم خالص تعرفوه، وفي التراينجل الثاني اسمه الانفير لمبر تراينجل او لمبر تراينجل حاجة. لما تلاقينا ده باختصار شديد جدا وبدون كل تفاصيل، هو جوز العضله اللي احنا بنتكلم عليها اللي اسمها الاكسترنال اوبليك. وعضله موجوده من ورا لسه كنا قلنا اسمها من شويه اسمها لاتسمس فرشات. والكريست اللي موجود ده اسمه اجاكس. الفروق بتاعها بالعضله رقم اثنين، العضله رقم اثنين اكيد اللي موجوده اسمها الانتاجر اوبليك. فده بيسموه لمبر تراينجل، اهميته ان ممكن تحصل فيه هرميا. يعني ايه كلمه هرميا؟ يعني ممكن الاقي حته السيستم موجوده فيه، كويس بيطبق عليه كلمه لمبر هرميا. يبقى ده معلومه سريعه جدا بناخدها من الشفوي، غير كده مش هتيجي في الاتحاد النظري ولا ام سي كيو على السؤال. ماشي يا شباب؟ العضله اللي بعديها، يبقى احنا هنا خلصنا العضله اللي موجوده في صفحه 9 اللي اسمها الاكسترنال اوبليك ماسل. معلومات كتيره؟ العضله الثانيه اسمها الاكسترنال اوبليك. ما انتوا بقى انتوا مش قاعدين واخدين اجازه بقى من حقنا نجري شويه مع بعضينا يعني. بس عمرنا ما هنكرر بعد مني ان شاء الله. لو انا شفت العضله اللي اسمها اكسترنال اوبليك، الاقي عضله ثانيه بطلق عليها كلمه انترنال اوبليك. لو الاكسترنال اوبليك كانت نازله داون وورد وفورورد وميديالي، الانترنال اوبليك بعكسها بيبقى اب وورد وفورورد وميديالي. يبقى لو انا كنت جاي ببص كده الاقيهم رايت انجل تو اتش ار. يعني لو دول اكسترنال اوبليك كده نشيلها تلاقي الدايركشن بتاع الفايبر الثانيه متعامد عليها اسمها انترنال اوبليك ماسل. دي بتدي قوه للفايبر، يعني عشان الدنيا ما تتفتقش، ما الاقيش الواحد يعمل يلاقي كل العضلات اتقطعوا مع بعضيهم كده، يعني مش اكتر يعني. لو انتوا تفتكروا العضله الاولانيه كانت اسمها ايه؟ اكسترنال اوبليك، هي العضله رقم واحد، فالاوبشن بتاعها كان حاجه واحده. لكن العضله الثانيه اسمها انترنال اوبليك، الاقي الاورجن بتاعها حاجتين. والعضله الثالثه اسمها ترانزفيرنس اكتوبنس، يبقى الاورجن بتاعها ثلاثه، يبقى عشان نحفظهم يعني. فالعضله الثانيه اسمها انترنال اوبليك، الاورجن بتاعها حاجتين. اليو انجوينال، اليو يعني الكلياكريس، انجوينال يعني انجوينال ليجامنت. يبقى عندنا هنا العضله دي اهي، الاورجن بتاعها انجوينال وإليك، يبقى اليو انجوينال مع بعضهم اورجن. اثنين بتاخد من الفشه اللي موجوده من ورا. الاكسترنال اوبليك ما وصلتش للفشه دي، الفشه دي يوم ما قدر بعد اورجن العضله اسمها فيستر دوسار. الفشه دي اسمها لامبر فشه. يبقى الاورجن بتاع اليو انجوينال ولامبر. العضله الاولانيه اللي كانت اسمها اكسترنال اوبليك الاورجن بتاعها حاجه واحده، كوستال اورجن من الدروع. العضله الثانيه اللي هي الانترنال اوبليك اليو انجوينال ولامبر. اليو انجوينال طلع منين بقى؟ طلع من اللاترال تو ثيرد اوف جروند ابر سيرفيس اوف انجوينال ليجمنت. زي ما اتفقت معاكم ان الانجوينال ليجمنت مش ليجمنت عادي خالص. لا، من هنا دي جروند ابر سيرفيس. طلع من اللاترال تو ثيرد اوف جروند ابر سيرفيس اوف انجوينال ليجمنت. اثنين تطلع من الاليا كريست، اتفقنا ان الاليا كريست ثلاث شفايف. اوتر ليب، انترميديات ليب، انر ليب. هي تطلع من الانترميديات ليب من الانتيريور تو ثيرد، يبقى تلتين وتلتين. طلعت من تلتين الانجوينال ليجامنت وطلعت من تلتين الاليا كريست. بالاضافه طبعا للابر فاش. يبقى الاورجن بتاعها مش هننساه ان شاء الله. يبقى عندنا من الانجوينال ليجامنت لاترال تو ثيرد اوف انجوينال ليجامنت. اثنين من الاليا كريست من الانتيريور تو ثيرد اوف انترميديال اليا كريست. لو العضله الاولانيه الاكسترنال اوبليك عامل زي ما كنت بحط ايديا في كيو بنطلوني داون وورد وفورورد وميجيالي، العضله دي بعكسها
upward وforward وينجح. يبقى دي برضه في الجورجن بتاعت العضله. طيب يا ترى الانسبشن بتاعت العضله عباره عن ايه؟ اتفقنا مع بعض ان لازم الانسبشن يبقى ايه؟ فليشي وابيليروسي. كل ما كنت بعيد عن الميد لاين يبقى الانسبشن بتاعي ايه؟ فليشي. كل ما بقرب للميد لاين اتحول لايه؟ ابيليروسي. فالفليشي انسبشن اللي هو بالنوت البرجي جاي يمسك في اخر ثلاثه كوستال كارتج. الكوستال كارتج رقم بوست 12 و11 و10. طب الابيليروسس طب يجي يحوط العضله اللي اسمها ريكتس ابتوريس ويعمل لي شيس اسمه ريكتال شيس ويجي يمسك في حاجه موجوده في الميدلاين اسمها ايه؟ ميديا عالبا. بس الانسيرشن بتاعها هزود فيها حاجتين، حاجه من فوق وحاجه من تحت. الحاجه اللي من فوق هتمسك في الدروع الثلاثه التانيين اللي موجودين من فوق. الفليشي كان مسكت في 12 11 10 فالابيليروسس تمسك في 9 8 7. اثنين من تحت الابيليروسس بيعمل حاجه غريبه قوي. هتفهموا كده بصوره اماميه عشان تتخيلوها. دي لقطه اماميه اهي. ادي الفليشي بار ده الابيليروسس. الابيليروسس معظمه بيمسك في مني عادة. This is true. الحته الفوقانيه خالص في الابيليروسس بتمسك في الدروع رقم 9 8 7. لكن الحته التحتانيه من الابيليروسس انا لو انتهى بلون مخصوص هو ده. الحته دي غريبه قوي قوي قوي. الحته دي من الابيليروسس بتلحم مع الابيليروسس بتاعت العضله اللي بعديها. وكلمه التحام او اتصاق بيسموه كونجوين، فبيتلقوا على الحته دي من العضله كونجوين تندون. يبقى باختصار قبل ما نسرح مع بعضنا يبقى الانسرشن بتاعي فليشي وابيليروسس. نحاول نحفظ مع بعضنا فليشي في اخر ثلاثه ضلوع، اخر ثلاثه كوستال كارتج 12 و11 و10. ابيليروسس، ابيليروسس معظمه ماسك في اللينيا قلبة ما عدا حته فوق وحته من تحت. الحته اللي من فوق ماسكه في الكوستال كارتج رقم 9 و8 و7. والحته اللي من تحت بتعمل حاجه غريبه قوي 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 هنقعد نتكلم عليها شويه لغايه ما المحاضره ان شاء الله تنتهي اسمه كونجوينت. يبقى ما هو الانسيرشن بتاعت العضله؟ فليشي وابيليروسس. الفليشي يمسك في الدروع رقم 12 و11 و10. الابيليروسس بعد ما يحاول الريتس ابدومنس ويدخل في تمرين الريتس شيس يعمل حاجه اسمها اللينيا الفا، بس في حته من فوق وحته من تحت. الحته اللي من فوق دي مركز الكوستال كارتلج رقم 9 و8 و7. الحته اللي من تحت بتعمل حاجه اسمها كونجوينت. طب ايه النيرف سبلاي بتاعت العضله؟ حاجه خلاص غريبه بقى. يبقى اللور 5 ايه؟ انتر كوستال وسب كوستال. انما في حاجه غريبه قوي قوي قوي. ايه؟ الحته بتاعت الكونجوينت تندون دي ومش هتفهموا ايه هي اهميتها الا في المحاضره رقم 3 ودي اهم محاضره في الانشاء بتنبهونا على الاطلاق. الحته دي يا شباب ربنا مهتم بيها اهتمام خاص ولذلك ادالها نيرف سبلاي. بيقول لي مش هي ابيليروسس؟ بس الفليش بارت بتاعها اللي هيطلع الحته دي ادالها نيرف سبلاي مخصوص. النيرف سبلاي ده جاي من ال واحد. يبقى عندنا النيرف سبلاي اللي هو الفايف انتركوستال والساب كوستال ومعاهم كمان ال واحد. يبقى ال واحد ده بيدي نيرف سبلاي بايه؟ للعضله دي واللي بعديها، ما الكونجوينت تندون ده معمول بايه؟ بالعضله دي واللي بعديها، يعني باختصار لو حد جه بيسالني في الشكوي النيرف سبلاي بتاع الريتس ابدومنس يبقى ايه؟ يبقى اللور 5 انتر كوستال وسب كوستال. النيرف سبلاي بتاع الاكسترنال اوبليك هو عباره عن ايه؟ برضه اللور 5 انتر كوستال وسب كوستال. طب ايه هو النيرف سبلاي بتاع الانترنال اوبليك وبتاع الترانزفيرسس ابدومينس؟ لا هزود الحته بقى. الانترنال اوبليك والترانزفيرسس ابدومينس اللي هو 5 انتر كوستال وسب كوستال ومعاهم ال واحد. ال واحد ده هنبقى نتكلم عليه في تفصيل تربيه مش نيرف واحد. يبقى عندنا هنا يبقى ال واحد. ال واحد ده رايح للحته اللي ربنا اهتم بيها وهنفهم اهتم بيها ايه؟ اللي هي الكوجيت. يبقى البارتيكولار فيتشرز اللي موجوده عندي بقى بتاعت العضله، كل عضله لازم اعرف فيها بارتيكولار فيتشر. اول بارتيكولار فيتشر الحته بتاعت الكونجوينت تندون. يبقى الكونجوينت
تندون. ما هو الكونجوينت تندون؟ الكونجوينت تندون هو اللور بارت بتاع الابيديروسس بتاع الانترنال اوبليك والترانزفيرسس ابدومينس اللي هم ناحيين مع بعض. طب الكونجوينت تندون ده ماسك فين بالظبط يعني؟ يبقى ماسك في البيوبيك كريست. فاكرين البيوبيك كريست اللي انا قلت لكم عليها قبل كده؟ مش ده كان اسمه سيبسس بوديس بيوبيك كريست بيوبيك تيوبيكل؟ ماسك في البيوبيك كريست وماسك في خط قلت لكم في بدايه المحاضره اسمه بيكتينيال لاين. لو كان بيدي عضله السنه اللي فاتت كانت اسمها بيكتينيال سوكس. يبقى جاي يمسك في البيوبيك كريست والبيكتينيال لاين. الكونجنت دكتور ده حدوته بس وقت ما نوصل لها ان شاء الله باذن الله. فزي ما هتلاقي في الكتاب في البارتيكولار فيتشر قاعد يعمل ديسكريبشن غريب قوي. انا هنط كل الديسكريبشن ده علشان افهم لكم احنا بنتكلم على الوايد الكلام في المحاضره الثالثه ان شاء الله. يبقى هنا اللي يهمني لغايه دلوقتي نعرفه في اول محاضره ان الكونجنت دكتور جاي يمسك في البيبي كريست وجاي يمسك في خط موجود هنا اسمه بيكتينيا. طيب هو قلنا ناخد صدمات بتاع ابن واحد. يعني تاني حاجة بقى وده اللي هنختم بيه المحاضرة للأسف مش هنلحق نقول الترانزفيرسس ابدومينال. في جزء تاني من العضلة برضك مهم إن احنا نعرفه. بصوا أدي العضلة بتاعتي أهو. الجزء ده اللي اتكلمت عليه ده اسمه كونجوينت تندون. في جزء تاني من العضلة فليشي. شايفين الجزء ده؟ الجزء الفريش من العضلة ده غيره بيحاول التستس والسبرماتيكوم. الجزء ده ليه اسم مخصوص بيطلق عليه كلمة تري ماستريك ماسل. يبقى في جزء من الانترنال اوبليك ليها اسم مخصوص اسمها ايه؟ تري ماستريك ماسل. يبقى تري ماستريك ماسل لو على ارض الواقع هتلاقي حتة لحمة كده حوالين التستس والسبرماتيكوم اسمها تري ماستريك ماسل. التري ماستريك ماسل دي عبارة عن ايه باختصار؟ هي تعتبر جزء من الانترنال اوبليك او هي فعلا جزء من الانترنال اوبليك. يبقى هتاخد الاورجن بتاعها زي الانترنال اوبليك. يعني طالعه من الانجوينال ليجامنت من الميدل اوف ذا جروف ذا ابر سيرفيس اوف انجوينال ليجامنت. تيجي بعد ما تحول التستس والسبرماتيكوم تيجي تمسك في حته التيوبيركل اللي موجوده عندي اللي اسمه البروبيك تيوبيركل. يبقى حته العضله اللي موجوده عندي دي بالنسبه لي هي ماستريك ماسل طلع من الانجوينا ليجامنت وحطيت له التستس والسبرماتيك كور وبقوا تمسك في البيوت تيوبيكل. يبقى العضله دي فيها تو بارتيكولار فيتشر فاكرينهم ولا لا؟ اللي هو البارت بتاع الابيليوروسس كان اسمه كونجوينت تيندون وفي حته فليش موجوده هنا اسمها كريما ستيريك ماسل. النرف سبلاي بتاع الكريما ستيريك ماسل ده عباره عن ايه؟ اسمه جينيتال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف. بفكركم الاسم ده حاجة قريبة. واحدة كويسة انا اللي فاكر. فيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف. جينيتال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف ده بيطلق عليه اسم تاني كريم ماستريك. الاكشن بتاع العضلة جاي منها اسمها. انا ما قلتش معنى ايه كلمة كريماستر. كريماستر معناها سسبندر اور اليفيتور. سسبندر يعني دعامة. اليفيتور يعني اليفيشن. يعني العضلة دي بتعمل دعامة للتستس وممكن ترفع التستس عندي. يبقى هنا سسبندر او اليفيتور. يمكن الكلام اللي انا قلته ده بسرعة يفهمنا حاجة مكتوبة برضه في الكتاب نفسه اسمها كريما ستريك ريفلكس. ايه كريما ستريك ريفلكس ده باختصار؟ لو انا عملت اثاره للفيمورال برانش اوبجيكت فيمورال نيرف الجينيتال برانش هيستجيب ويعمل اكشن. ده ريفلكس. يعني لو انا خبطت في الثاي بتاع عيان يعني بعمل استيميوليشن للفيمورال برانش اوبجيكت فيمورال نيرف هي الجينيتال برانش يخلي العضله تعمل كونتراكشن وتعمل انيميشن للتستس. ده بيسموها كريما ستريك ريفلكس. يبقى لو انا عملت تاتشنج للثاي بتاع واحد ممكن الاقي الكريما ستريك ماسل تروح عامله كونتراكشن وترفع لي انيميشن للتستس. كان دكاترة الأطفال بيعملوا مقالب كتير قوي في الهاوس أوفيسر اللي هما إيه اللي هو الهاوس أوفيسر اللي هو الامتياز يعني. وبالذات بقى لو كانت في ميل مثلا يجي الدكتور يقول لها تعالي بقى بصي افحصي الطفل ده تلاقي يوميا بقى وهنفحصه هو يروح قارس الفيديو الأسود بتاع الفلاي بتاع الطفل. والطفل ما بيعرفش كنترول اليورينيشن فيروح عامل يورينيشن على طول. ما قلب عليه خالص ولا ايه هو عاملها عليكي
ماشي ابني ماشي يا جماعة اوكي. وعلى فكرة بتلاقي برضك نفس الشيء الأمهات بيعملوه. يعني تلاقي الأم قاعدة بتكلم طفل ده قليل الأدب كل ما بيغير له يروح عامل اللي بيبيع عليا اوكي. بس هي بتعمل الدنيا بطريقة كده اوكي. فإن شاء الله بكرة نكمل مع بعضين ونروح ناخد الفطار.